يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ضمن الحديث لولا أنا، فهل يجوز أن يقول المسلم كذلك في أمور المسببات؟ نعم، هذا يدل على الجواز مع الكراهة، يكره أنه يقول لولا فلان، لأن جاء في الأحاديث النهي لولا فلان أو لولا البط في الدار أو لولا الكلب لأتانا اللصوص، هذا مكروه وهو من منقصات التوحيد، من المنقصات وليس من المنافيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عند قبره، فهل هذا العمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء أو عن فعله ثم يفعله أو يقوله من باب بيان الجواز، ليبين أن النهي ليس للتحريم وإنما هو من باب الجواز والأولى. هذه قاعدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ثم يفعله أو يقوله، هذا ما هو من باب التناقض وإنما هو من باب بيان الكراهية، وأن النهي للكراهة وليس للتحريم. نعم.